كنتسنى مشاركة ديالته، كنتسنى مشاركة ديال بعض الأصدقاء الآخرين. غادي يكون واحد الماراثون اللي هو كنحاول نتحمس. مرحبا لجميع أصدقاء الكتب في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي نشارك فيه الكتب اللي باغي نقرا في ماراثون أصدقاء الكتب اللي غادي يكون يوم الجمعة 26 أبريل غدا لمدة 24 ساعة. كنت قلت لكم في الفيديو السابق أنني ما قريتش كتب نهائيا في أبريل 2019. ما يمكنش نقراها في غير في هذا الشهر هذا. كانت سيء جدا من ناحية القراءة، قريت بزاف الكتب ولكن فقط مقاطع وما كملت حتى شي كتاب. يعني دابا أنا لحد الآن صفر كتاب كملته، ما كملت حتى صفر كتاب، ما قريت حتى كتاب. وهذا الماراثون كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق غادي يكون محاولة لإنقاذ شهر أبريل 2019. هذا الشهر هذا اللي كان مهم بالنسبة لي، فمشيت للدار البيضاء، شاركت في واحد ليفينمون، أول مرة كنعيش بهاد الحوايج. غادي يكونوا فيديوهات مستقبلية ديال كولابوريشنز مع بوكتوبرز آخرين، مع اقرأ مع ياسين واقرأ مع ياسمين، جوج البوكتوبرز المغاربة درت معاهم كولاب. متحمس بزاف، غادي يكونوا فيديوهات لأول مرة في تاريخ البوكتوبر المغربي، متحمس بزاف لهذا الأمر. ففعلوا جرس الاشتراك أو الجرس ديال الإشعارات باش توصلوا بالفيديوهات ملي غادي يتنشروا. نبداو في الكتب اللي غادي نقرا في ماراثون 24 ساعه. وطبعا اللي غادي يشاركوا يقولوها لي في التعليقات ويحطوا لي الكتب اللي باغي يقراو في هذا الماراثون. وما تنساوش تستعملوا الهاشتاغ الرسمي اللي هو ماراثون اصدقاء الكتب وماراثون 24 ساعه قراءه. اول كتاب وثاني كتاب باغي نكملهم في هذا الماراثون او باغي نقراهم في هذا الماراثون هو 1084 الجزء الاول وعطش للحب ديال يوكيو ميشيما، روايه يابانيه كنقراها قرن هذه ومازال ما كملتهاش. مستمتع جدا بها وعجباني ولكن لظروف ما مقدرتش نكملها. بالنسبة ل 1084 وصلت للصفحة 311، بقات لي فيه 246، وعطش للحب بقات لي فيه 144 صفحة، فهذا نقدر نكملهم في 6 ديال الساعات تقريبا. هذا هو التقريب اللي نقدر نكمل فيها الكتب بجوج. من بعد كاينين دواوين شعرية اللي خاصة نقراهم مدة هذه وانا كنأجلهم. كاين الديوان الاول ديال اغتيال امراه الظل الاسود ديال انوار السباعي، هذا الكتاب كان وصلني من الكاتب ديالو وخاصني نكملو ضروري. الكتاب كان دان رومانسي في قصائد معاصره شعر حر، متحمس باش نقرا هذا الكتاب وعجبني بزاف التوقيع اللي عندي في الكتاب. من بعد كاين صيد فاسد لعماد غزالي، ديوان شعري كنت شريته مؤخرا. كيف ما كتعرفوا راه انا كنقرا الشعر بزاف هذا العام وكنت درت فيديو على هذا الامر، غادي نخلي لكم صندوق الوصف. من بعد كاين مجموعه قصصيه، كاين الاولى لطيفه باقه المجموعه ديالتها سميتها ما الذي نفعله. هاد الكاتبه عرفت انها من مدينه سالا، فهذا امر اضافي كيخليني نبغي نقرا قصص ديالها. صغيره بزاف نقدر نقراها كنظن في ساعه، غادي نحاول. قصص اجتماعيه. وهاد المجموعة من تونس سميتها هارون يأخذ المنعطف للكاتبة أو الكاتب التونسي نافلة ذهب. عجبني بزاف تصميم الغلاف والإخراج ديالو والورق إلى آخره. هاد الكتب بجوج بيهم خديتهم من خزانة ديال الحي أو ديال العمالة، راه فيهم داك الرقم ديال الكتاب ديال التصنيف ديالهم في الأرشيف ديال الخزانة. الكتاب ما قبل الاخير اللي باغي نقرا في هذا الماراثون هو كتاب الاطفال اسمه احدب نوتردام ديال فيكتور هوغو. هذه نسخه الاطفال حتى هو صغير، غادي نقدر نكملو كنظن في ساعه. بالعاني اختاريت كتب صغيره وباغي نقراها باش نقدر نكون متحمس اكثر. اخر كتاب غادي يكون كتاب صوتي، وهذا الكتاب هذا تعرفت عليه او عاد بديت بغيت نقراه هذا البارح، اسمه متحف الارواح ديال واحد الكاتب كويتي، أسرار عائلة كويتية، فيها ساعتين وخمسين دقيقة. هو كتاب صوتي غادي نخليه لكم في صندوق الوصف اللي باغي يسمعوا معايا، فهو ديال الرعب وديال الفانتازيا. فهادو هما الكتب اللي باغي نقرا في هذا الماراثون ديال 24 ساعة. 8 ديال الكتب، جوج منهم غادي نكملهم وستة منهم غادي نقراهم كاملين. غادي نحاول ندير فلوغ ريدين فلوغ كيف ما كنت درت شحال هادي، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف واحد ريدين فلوغ عاد تفرجت فيه البارح مع ياسمين. اللي غادي يشاركوا يكتبوها لي في التعليقات، وما تنساوش تستعملوا الهاشتاغ ديال الماراثون باش تقدروا تواصلوا بسهوله. وغادي نخلي لكم قناه ديال ياسين وديال ياسمين اللي غادي ندير معاهم التعاون او اللي درتو معاهم وغادي تنشروا ابتداء من هذا الاسبوع.
يقدروا هما يشاركوا في هذا الماراثون. انا متحمس بزاف يكونوا مشاركات من المشتركين ديال بوكتوب ومن البوكتوبرز. اتمنى لكم قراءه ممتعه ونتلاقاو في الماراثون ديال اصدقاء الكتب اللي غادي يبدا الجمعه مع 12 ديال الليل. قراءه ممتعه، مع السلامه.